زمان احنا علاقتنا أكيدة والتواصل بيننا فاحة ورودة للتميز دائما نطمح ونسعى والتعاون بيننا خطوة سديدة أنا بيتك أنا بيتك بالعطاء لبيتك للأمان ناديتك أنا بيتك أنت ماء ومودة منك نستمد بالرخاء والشدة أنا بيتك أنا بيتك لا تغير علينا يا الله لا تغير علينا يا الله لا تغير علينا يا الله لا تغير علينا في ظل حاكمنا صبار في ظل حاكمنا صبار في ظل حاكمنا صبار في ظل حاكمنا صبار كيف لدينا بيدينا كيف لدينا مساكم الله بالخير، كل شكر لفرقة الجهراء، بسمع منكم تحية لهم. الحين وبعد ما شفنا هذه الوصلة من فرقة الجهراء يعطيهم ألف عافية على هذا المجهود ووجودهم معنا يشاركونا في هذا السحب اللي جايين نسولف لكم عنه. بيت التمويل الكويتي من سنة التأسيس من عام 1977، وهو عودنا على أنه كل فرع يخص هذا البنك هو بيتك، وعلشان كذي سمى واحد فرعهم بيتك، ودعايتهم الأخيرة تثبت هذا الشيء وتقول لك أن كل فرع لبيت التمويل هو بيتك. وعلشان كذي أبي أقول لكم بعض الأشياء والمميزات اللي موجودة في بيت التمويل الكويتي. من شهر 2 اللي طاف كان عندهم حساب جديد اسمه حساب الرابح. قربوا علي علشان نعرف نختار من يطلع معنا حق الأسئلة والمسابقات، أوكي؟ شهر 2 اللي طاف بيت التمويل الكويتي بدأ في حساب الرابح. شنو هذا الحساب وشنو مميزاته ومنو اللي راح يفوز من وراء السحب اللي راح يصير على هذا الحساب؟ اليوم راح نعرف كل هذه التفاصيل. اكثر،
طبعا هو أول بنك إسلامي في الكويت يطبق المنهج الإسلامي في كافة تعاملاته. غير كذي يشتغل الحين كمجموعة مصرفية في 7 مناطق حول العالم، وفي أكثر من 430 فرع مصرفي وأكثر من 790 جهاز ATM زين اللي هو الصراف الآلي، بدعم من 8600 موظف في هذه المؤسسة. شكرا لهم، أبي أسمع منكم تحية لهم يا شباب. حساب الرابح، راتبك يربحك، يعني غير أنه لازل لك معاش هم بعد ممكن أنت تربح. وجوائزهم في هذه الفترة، هم جوائزهم ربع سنوية، ربع سنوية يعني كل 4 أشهر. حلوين؟ ممكن أنت الحين جاي بالمول وعندك حساب معاهم، الراتب عليهم، تأخذ واحدة من هالسيائر الكشخة وانت راد البيت، سيارتين رينج روفر وغيرهم، 3 كيلوات ذهب، ذهب بمعنى 999.9 نسبة نقاء الذهب. أوكي؟ يعني تشرت شوي. أنا أعطيتكم بعض المعلومات وبسألكم الحين، اللي كان مركز معاي راح يجاوب صح وراح يربح الجائزة. راح نبدأ ونختار. راح أختار، راح أبدأ أنا. يلا تفضل معي. مرحبا. مرحبتين. اسمك بالخير؟ فيصل محمد المطيري. فيصل المطيري، والله ونعم وثلاثة نعام. سؤالنا يقول، سؤال أسهل منه ماكو، في أي عام تأسس بيت التمويل الكويتي؟ ما في اختيارات؟ توني قلتها 4 مرات. هل هو في 1966، 1977، 1976؟ 77. 77 مفروض الجائزة تروح حقهم كلهم، لكن ألف مبروك أخذ جائزتك من الشاب اللطيف هذا السعد. بعد اي كذي عيل اختار منكم واحد، تفضل انت. لا لا لا، اول واحد قميصك كحلي. اي تفضل. شلونك؟ الحمد لله. اسمك بالخير؟ حسين. حسين، حسين احس الموضوع فيه لهجة، من وين؟ بحرين. والله ونعم وثلاثة نعام. هل ايوه موجود ببحرين بالتمويل طبعا. سؤالك يقول، كم يبلغ عدد الفروع المصرفية لمجموعة بيتك؟ هل هو، راح أعطيك اختيارات، 400 فرع ولا 1100 فرع ولا 430 فرع؟ 430. 430 مبروك. هذا حسين من مملكة البحرين وفاز معنا ايضا بكوبون بقيمة 150 دينار. ها عيل ايش عبالكم؟ جوائزه مو شوية، مو شوية. انزين الحين ابي من هناك، منو منو؟ قميص ازرق تفضلي. الحين ابي منكم شيء قبل ما اسمك بالخير. فهد ماجد. فهد ماجد، تنطر علي شوية. شلون؟ تنطر علي شوية. اوكي يلا الحين فرصة حق الكل انه يربح. شلون؟ دشوا على انستغرام، كل واحد يطلع تليفونه، كل واحد فيكم يطلع تليفونه، يدخل على انستغرام، راح اعطيكم هالاكاونت @kfhgroup، kfhgroup. ابي منكم كل واحد فيكم يصور صورة ويحطها، يسوي منشن حق هذا الحساب، لازم الحساب حسابك يكون مفتوح مو مسكر. هذا هو الحساب KFH Group والهاشتاج حساب الرابح، هاشتاج حساب الرابح والاكاونت KFH Group. سووا فولو حق الحساب ومنشن الهاشتاج هذا. ابي اي صورة حلوة من المكان اللي احنا فيه الحين، صورة حلوة من المكان اللي احنا فيه الحين ممكن انها تكون الفايزة عقب هذا السؤال. شلونك؟ الحمد لله تمام. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. سؤالك يقول، تعال معي هني، اصعب سؤال تبي طبعا واضح عشان الجائزة تكبر. اوكي سؤالك يقول، متى اطلق بيت التمويل الكويتي بيتك حساب الرابح؟ شهر
فبراير ولا شهر مارس ولا شهر سبعة؟ شهر فبراير. شهر فبراير. للأسف أنت ألف مبروك صح. حيو هم بعد كوبون بقيمة 150 دينار. صورتوا؟ الحين راح أعطيكم ثلاث دقائق. ثلاث دقائق تصورون وتحطونها في إنستغرام، لا تنسون منشن KFH Group. ثلاث دقائق في هذا الوقت حطيت صورتي، اشكرتها بتفوز. تنترال يلا نختار. ليش ما تبي تختار؟ ليش؟ احد مزعلك؟ اكيد. اوكي وانت تعال. اي تعال، اعطونا مجال، اعطونا مجال. تعال امسك الايباد، نزل واصعد كل شوي، نزل واصعد لين تلقى لك صوره حلوه تستاهل انها تفوز. شو اسمك اول شيء؟ عمر. عمر يلا الحين عمر راح يحدد منو الفايز الجاي. اخذ راحتك، ما نبي اي ضغوطات عليك. ها كيفك؟ كيفك انا ما لي شغل. هذه منو صاحب الحساب SAQABI112؟ انت تعال يابا مبروك تعال. حيو انت انا لحظه خليك اني يطرني. ها تعال اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، تدري كم واحد خذ صورتك من الهاشتاج ولا ما تدري؟ انت صورتها وعقب الكل خذ صورتك ورد سواها ريبوست. صدق؟ شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن راح اسالك سؤال. لا لا يبا انت فايز مبروك. حيو يا جماعه الحين الجائزه دوبلها 150 صارت 300، بس ابيك الحين تكون موجود بالحساب. عندنا موظف راح يقفل الحساب، بس نبيكم كلكم تسوون فولو حق اكاونت KFH Group وتكون الصوره موجوده عندكم. يا يعني نزلها عندك بالاكاونت. والحساب راح ينزل سؤال. يلا السؤال نزل موجود على اكاونتهم KFH Group. راح نسوي سحب، يعني ناخذ عدد الاجابات الصح ونسوي سحب بينهم. السؤال موجود، بس اللي عليك ان انت تدخل على حسابهم في انستغرام KFH Group وتجاوب. اي سوف راح يصير لك اكسبت على ما يصير السحب ونشوف منو الفايز. ايش رايكم نسولف اكثر على اشياء ممكن تخليكم تربحون اكثر؟ بس ها بكم تركزون. جاهزين؟ اذا نرحب بالسيد وليد مندني مدير عام الخدمات الماليه الخاصه في بيت التمويل الكويتي، فيتفضل. استاذ وليد وينك؟ ابو خالد حياك ابو خالد. يا هلا مرحبا، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. في البدايه استاذ وليد الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، دعايتكم رمضان وايد حلوه. الله يسلمك، وايد حلوه. مشكور. انزين الله يسلمك يا حبيبي، خلينا نسولف شويه عن هذا الحساب اللي بدا في شهر 2 في فبراير 2016. في 2016 حساب الرابح، منو اللي يقدر يكون ضمن حساب الرابح؟ منو الفئات؟ شوف حساب الرابح هو حساب توفير يعطي ارباح سنويه. اوكي حساب توفير يعطي ارباح سنويه، اللي ممكن يكون يعني عنده حساب الرابح هو الشخص اللي عنده راتبه ينزل على حساب الرابح، وبنفس الوقت يستفيد. انت مساء قاعد اسمعك تقول انه في سحب عليه، مو بس في سحب، في ارباح سنويه تنزل بالحساب بعد. اي فعنده ارباح سنويه وعندك سحب
على رنجين وثلاث كيلوات ذهب كل ربع سنة، يعني كل ثلاث شهور. كل ثلاث أشهر هذه الجوائز موجودة، رنجين وثلاث كيلوات ذهب. إنزين نعم. طيب حولت أنا الحين، حلو، صار عندي حساب الرابح. نعم أكيد. أنا طبعا الحين مثلا في أشياء تعطيني فرص لأني أدش السحب أكثر مثلا. صحيح. شنو هي هذه الأشياء؟ شوف، كل 50 دينار في الحساب تعطيك فرصة للفوز. كل 50 دينار؟ كل 50 دينار. فكل ما يصير عندك رصيد أعلى تصير عندك فرص أعلى للفوز. يعني 100 دينار عبارة عن فرصتين؟ طبعا. حلو، يعني كل ما زاد عندك رصيدك هو رصيدك لك، لكن هم بعد يعطيك فرصة أن أنت تربح بدال السيارة 2 وبدال الكيلو 3 كيلوات. طيب احنا عندنا السحوبات، هذا اول سحب لهذا الحساب اللي بدا في شهر 2. نعم بدا في فبراير، هذا اول سحب. السحب اللي بعده متى؟ ان شاء الله اذا الله احيانا اكتوبر شهر 10. شهر 10 راح يصير فيه سحب ايضا، فاذا ما حالفك الحظ في هذه المره عندك فرصه في شهر 10. وعقب نقدر نغش عقب شهر 10 متى بعد؟ ان شاء الله كل 3 شهور. يعني متى؟ كل 3 أشهر عندك فرصة أن أنت تربح واحدة من هالسيارتين وثلاث كيلوات ذهب. يعني عقب شهر 10 متى؟ شهر 1. شهر 1 وهلم جرة، وحساب الرابح معاك، أنت الرابح أكيد في كل الحالات بإذن الله. إنزين أنا أقول نبي نشوف صار عندنا فايز. سريع، صار عندنا فايز عشان الناس تشوف أولا بأول. والثلاثمية موجودة وناطر الفائز، بس بشرط الفائز لازم يكون موجود معنا هني. أوكي؟ عدد اللي جاوبوا إلى الآن 175. فالحين خلينا نشوف عشان أعطي الفرصة حق الكل. ALROSE56. هذا انت؟ مبروك، حياك، تفضل، حيا يا جماعة. ألف مبروك. شوف بمجرد ما انت سويت بوست فزت ب 300 دينار. اسمك بالخير؟ حمد. حمد حمد، والله ونعم وثلاث العام، مبروك يا حمد. وين كروتي؟ الكروت الكروت الكروت. واي شخص يبي يفتح حساب او انه يستعلم هني الشباب موجودين وما راح يقصرون معاه. الحين راح نوريكم فيديو عن عمليه السحب على السيارتين والثلاث كيلوات ذهب، نشوفه ونرجع نكمل معاكم، يلا. أنا بيتك أنا بيتك بالعطاء لبيتك للأمان ناديتك أنا بيتك أنت ماء ومودة منك نستمد بالرخاء والشدة أنا بيتك أنا بيتك أنا بيتك بالعطاء لبيتك للأمان ناديتك. أبي الحين السيد وليد مندني مدير عام الخدمات المالية الخاصة، أذيتك أنا يا حبيبي، وأيضا من وزارة التجارة صديقي عبد العزيز الشكناني، أين أنت؟ أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا. الحين راح نشوف الثلاثة اللي فازوا كل اسم فيهم، لكننا بنعرف شنو الجائزة. عد الأسامي وياك من وزارة التجارة السيد عبد العزيز أشكناني. إذا نبدأ بالفائز الثالث اللي أخذ كيلوات الذهب، موجود معنا؟ موجود؟ إن شاء الله موجود. إحنا نقول اسمه ونشوف. إن شاء الله. يلا بس هاي بالكشف بس. يلا نجيب الكشف. 3 كيلوات ذهب. تدرون الحين الذهب مرتفع. إيه. عادي أنا أقرأ الأسامي. عادي
إذن اللي فاز بثلاث كيلوات ذهب مقدمة من بيت التمويل الكويتي وتحديدا حساب الرابح، سحب على حساب الرابح، خلف محمد السبتي موجود. ألف 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 مبروك، حيوا يا جماعة بس كذي. ألف ألف مبروك الفائز بثلاث كيلوات ذهب في سحب حساب الرابح. وين كنت لما يالك الخبر؟ أقول ما تحتاجه. ما أسمع. وين كنت لما يالك الخبر؟ والله بالبيت كنت. بالبيت. إنزين صدقت ما صدقت؟ شو السالفة؟ شو اللي صار؟ لا والله ما صدقت أول شيء. أمانة ما صدقت. يا حبيبي تستاهل أكثر، مع بيت التمويل إن شاء الله ما راح يقصرون معاك. حبيبي ألف مبروك. نروح حق اللي فاز بي رينج روفر لونه أبيض، السيدة عائشة عبد الله بندر. وينك يا عائشة؟ رينج روفر موديل 2016 واللون أبيض. بس جدام تفضل هني. ألف مبروك عائشة عبد الله بندر، رينج روفر 2016 لونه أبيض، مقدم من حساب الرابح. يعطيك خير وكافي تشر إن شاء الله يا رب. إذن الرينج روفر HSE 2016 أسود راح حق السيد سليمان علي السعيد. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. الرابح في سحب حساب الرابح الأول في شهر 7 والجاي شهر 10 واللي عقبه شهر 1. إذن الثلاثة اللي فازوا معنا في السحب الأول لحساب الرابح، اللي فاز بثلاثة كيلو ذهب عيار 999.9 خلف محمد السبتي، واللي فاز بسيارة HSE رينج روفر موديل 2016 اللون أبيض السيدة عائشة عبد الله بندر، وسيارة HSE رينج روفر موديل 2016 اللون أسود وفاز فيها سليمان علي السعيد. هذا كان سحبنا السحب الأول لحساب الرابح. كل الشكر للسيد عبد العزيز أشكناني من وزارة التجارة، مشكور وما قصرت، تعبناك معنا. وأيضا كل الشكر للسيد وليد مندني مدير عام الخدمات المالية الخاصة، كل الشكر لك أيضا. وأنتوا شكرا لكم، يعطيكم العافية. نشوفكم إن شاء الله الوعد شهر 10، كل ما حولت حسابك لحساب الرابح عندك فرص من اليوم لباكر، وعقبال الـ HSE إن شاء الله يا رب أيا كان لونه. ننطركم شهر 10، مع السلامة. من زمان احنا علاقتنا أكيدة والتواصل بيننا فاحة ورودة، للتميز دائما نطمح ونسعى والتعاون بيننا خطوة سديدة. أنا بيتك أنا بيتك بالعطاء لبيتك، للأمان ناديتك أنا بيتك، أنت ماء ومودة منك نستمد بالرخاء والشدة. أنا بيتك أنا بيتك أنا بيتك بالعطاء لبيتك، للأمان ناديتك أنا بيتك، أنت ماء ومودة منك نستمد بالرخاء والشدة. أنا بيتك أنا بيتك.